مثل ما تعرف دكتور، التسرب اللي الحاصل بالمدارس، شنو هذه الظاهرة؟ أسبابها؟ كيف معالجتها دكتور؟ من تأخذ الأعداد مع التسرب؟ من كل عدد يعني ما عندي أنا ما أكو تسرب لأعداد الطلبة. نحن كان أكو تسرب الحقيقة عام 2005 وصعودا، يعني بسبب تنظيم داعش الإرهابي وبسبب العمليات العسكرية صار عندنا نزوح كبير جدا للعوائل وأيضا لأتباع الطلبة، وأيضا بعد دخول داعش لبعض المحافظات أيضا صار هنالك نزوح وتسرب الكثير من أعداد الطلبة، لكن بفضل الله وزارة الهجرة والمهجرين طيب. يعني حسب معلوماتنا واتصالاتنا بهم صار أكثر من 30 معسكر يغلقون بعودة أبنائنا الطلبة للمقاعد الدراسية، وزارة التربية خلت معالجات كثيرة طيب. من عندها التعليم المسرع، وأيضا من عندها يعني بعض البرامج والأبنية